يو دري، السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. احنا رجعنا لليوتيوب الدراري، كيف ما كتشوفونا احنا رجعنا، وهذا رجع ان شاء الله عتكون قويه. يعني علاش حبس، علاش حبس يعني شي اسبوع وانا ما كنبوست حتى شي حاجه؟ علاش ما كنتش كنبوستي؟ الجواب سهل الدراري، هو يعني انا من ديك النوع ديال الناس اللي كيبقى خدام فيديوز في الاخر كيطلع له الحزاق في راسو كامل، كيطلع لك في راسك كلشي يعني كتبقى بوستي بزاف صافي داكشي كيطلع لك في راسك. يعني تخيلوا معايا، بعض المرات كنت كازديني كان اذا كنسمع شي ديسك ولا كيقول لي ماشي رايكش على شي ديسك، كنوض باش نعدل على الديسك ونصور عليه، وهذا شتيتو بحال اللي كنفشل، كيجيني النعاس، كيجيني النعاس اللحظه اللي كنصور فيها كنمشي نعاس انا والله. بحال البارح كنت نايض نصور وكذا، ولكن جاني واحد الفشل ماشي عادي، وقلت صافي خليني تزيد نرتاح شويه عاد نرجع. المهم انا رجعت ليوتيوب الدراري، ورجعنا النشاط ديالنا والرياكشنات ديالنا، والرياكشن ديال اليوم كيف ما كتشوفوا غتكون على فورتكس. هاد فورتكس هاد الاسم هذا كيفكركم في واحد الرياكشن كنت عملتها على الفلس اللي كان كلاشا الفورتكس. يعني انا كنت الفورتكس هي سامع فيه، عمري سمعت شي تراك ديالو، عمري تمزكت فورتكس. يعني شوف هاد الخدمه كيش عامله، نتمنى يعني بكل اعماق قلبي الناس اللي قاولي عمل هاد الرياكشن هادي، نتمنى هاد الخدمه هادي تعجبنا. وهادشي اللي كاين الدراري، وبحال دائما اذا كنتي اول مره كتشوف هاد الوجه هذا اتهود دابا، نتمنى واحد لايك وصفر كاع اكبر سبسكرايب، وليتس جو نمشيو نسمعوا التراك ديالنا ونعملوا عليه الرياكشن. اوكي ما عرفتش التراك هذا واش غيطلع كوبيريت ولا لا، المهم ما علينا، حنايا هو نتمزكو وهادشي اللي كاين العز. بسم الله. ويت نعاودو كلشي من الاول باش نزيدو في الصوت، كان عندي صوت فونيس ناقص. كندون الصوت تمام، كلشي تمام، لا الصوت ناقص شويه. الضوء تا هو البي سي. اوكي ليتس جو. تحاول ديك الصحبه ولا ناقص من احسن لك فلاح، العب فيكم مراويش You're not getting got my nerves. Screw pop, we're gonna break dance cause you got served. We fly like birds, the swag I'll beat you heard. We're not the right nerds, لأن الموضوع absurd. لا 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 دراري، لا 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 بزاف بزاف يا فورتكس، ما كانش كيسحاب لي صراحة بحال هكا. المهم نسينا ما هضرناش على واحد الحاجة، هو التراك سميتو الدق على الماسون، فورتكس دق على الماسون، يعني دق يعني بحال اللي كيدق على الماسون، بحال اللي كيكلاشي الماسون. دراري عمري شفت صراحة شي واحد غيكلاشي الماسون. أنا كنعرف الناس ملي كتبغي تكلاشي كتكلاشي الدولة، كتكلاشي شي حاجة في السياسة، يعني باش تكلاشي الماسون، وكنعرفو كاملين بينا بأن الماسون هي اللي حاكمة العالم. هادي شي حاجة اللي في شي شكل الدراري بالرجولة، يعني كنشوفو الزعامة مثلا هاد الدرجة. بيس عز كاين. كيما شفتو يعني واحد الدخلة اللي عمل الدخلة ديال ديك اللعيبة اللي في يدو كان كيضرب فيها تك تك تك، المهم معرفتش شنو سميتها هاديك، حنا كنعيطو لها بمغربية كنعيطو لها الدربوقة. شفنا ديك الدخلة كان واحد الرسم طلع لي واحد الرسم كان طلع بشوية، دونك ملي عمل ديك 30 ثانية كنشوفو تقلب البيت وتقلب الفلو، يعني كان واحد السويتش اللي واعر بزاف تما. المهم نزيدو نكملو باش نعرفو شنو كاين. اي باي دور لك على خطه بديله، اي باي وضعك يزعل والله في الشيله، اش في ذا عظيم راضي يمشي سيده سيده، فورتكس راجع لك من مصيبه. بيتا ولا بيتا على بيتا صيدا من بيتا يا بيتا كيف ولا باي باك تميهم ميهم كذا بدا انه بيزا مرتز واحد على طرابيزه، ايه ده ايه ده ما ايه ده عيبه اللي كذا داش بالحيطه وين ما حضر عنك وين حبيبي نو ديزي مود انا ندري جوك شي برخيص يبنا لا تعيش الدنيا اكيد والله كاين بزاف كاين جوك بالسبيد ايفن ذو اي كيب ستوب قاهر اللي يتم عدون على اعصابهم ما يستانسون لما ينفضون اوامري لاني الباترون لا تدق على المغفر دق على الماسون لما باكر سولف عني ما حد بيفكك مني. الدراري والله تم قود
الناس اللي ما كتعرفش شنو هي الدراري، يعني السعوديين اللي كيتفرجوا فيا ولا الناس من جميع الدول العربيه، ماشي المغاربه ومشي تونس ومشي جزائريين. المهم المعنى ديال الدراري، يعني كان سقساني واحد الشخص قال لي شنو المعنى ديال الدراري، يعني الناس السعوديين ولا خواصنا السعوديين كيفهموا الدارجه المغربيه، ماشي ما كيفهموهاش، ولكن كتصعب عليهم بعض الكلمات، بعض الكلمات كيصعبوا عليهم، ما كيفهموهمش. يعني ديك الكلمات ما فيها بس، يعني انا ما نقدرش نهضر باللهجه ديالكم، وانما نحاول نوظف شي حاجه من الدارجه ديالنا، نوظف بشويه اللغه العربيه، يعني ما فيها بس، ما نهضرش بديك الدارجه اللي فيها الدارجه المغربيه وصافي، يعني باش نحاولوا اخواتنا السعوديين ولا خواتنا اللي ساكنين في الدول العربيه كاملين يفهمونا شنو كنقصدوا، شنو كنبغيو نعنيو بالكلمات ديالنا. هادشي اللي كاين، كملوا على التراك ديالنا. تراكي حروي صعبي قصيدة حد غافني ودي صكة تراك بباطي بنشي راشدي حامي بول صبح الراب تلقاب كتابي شاف نشاطي شاف ابداعي قام ينادي مامي ودادي. اغريسيف الدراري بزاف، يعني كيف ما شفتوا هاد بوش لاين هادي كانت قاصحة، يعني عنده حتى بالنسبة للنبرة الصوت ديالو، عنده واحد النبرة اللي فيها واحد الكاريزما، فيها واحد الهيبة، كيف ما سمعتوا الصوت ديالو يعني ماشي الا نستري بواحد الطريقة اللي احترافية، كيف ما كنشوفوا يعني كانك كتسمع رابور امينيم، يعني كنعرفوا جاتني هاد البارتي هادي عامله بحال فاش كنا كنتمسكوا الراب جاد ديال امينيم، يعني كيف ما شفتوا ديك الزربه ديال الصوت تقريبا بحال، يعني تبارك الله على فورتكس خدمه نقيه صراحه. المهم نزيدو نكملوا باش ما نطولوش عليكم. حالك ما بيفيدك قاعد فارش ريلك يو جاد فايند ذا ميدينغ ليش حاط البار بيدك قاعد انا اشيلك ما لا داعي صيدك حتجي من نصيبك ترى مو من نصيبك حتجي نوت افوت بس اشوت اللعبه ما تصوت عرف حد منو تصوت حذرتك من قبل لا تلعب مع الدوب خلص دورك بستوري سوري بستوريك بتسولف ما بي اضربه. هادي وعره وعره وعره، تبدلت لواحد النبره ديال الصوص اللي في شكل الدراري، غنعاودوها باش تسمعوا. واحد الفلو عجبني تما، واقيلا غنضمن صوت حذرتك من قبل لا تلعب مع الدوبس خلص دورك بستوري سوري بستوريك بتسولف ما ابي اضربها بساقي اضربها ربع طلق ضربها ما عندك ما سالفتك اللي بعدها من حط مره عالم يصرفه سم لازم اشرب اكيد من غرب وسيس بي دمره مو ريال دمره فاكل خرب طراب لا اسمع صوتك شرب يا عملة الناس ما سان طبال النبي قايش ماي شلون ماي شلون اي دول انا وانت اي دوغ ماي دوغ واي دوغ سوا خا ماي لوغ ماي لوغ. الدراري هادو الدقائق اللي سمعناها التراك كامل في لي شونجمون ديال الفلو، يعني التبديل ديال الفلو تقريبا كل 20 ثانيه ولا كل 15 ثانيه كنسمعوا فلو جديد، شي حاجه جديده، يعني ما كنبقاوش ماشيين في التراك كامل نفس الريتم. دونك هادي شي حاجه اللي واعره بزاف، تحياتي فورتكس وتحيه الناس ديال كنظن واقيلا سعودي فورتكس، تحيه الناس ديال السعوديه كاملين اللي كيتفرجوا في الرياكشن هادي، والتحيه للفانس ديال فورتكس راه سعداتكم بفورتكس والله. نكملوا واو، هادي واعره الدراري هاد اللعيبه الديوانه، اللي كنظن واقيلا كاين شي ماسك، ما كنظنش مع تلاب افتر ايفيكس هادي، كنظن هادي يعني لابس شي ماسك كيعطي ديك الاضاءه بحال هكاك. جات نايس كول ركب نفسي يلا قوم ها ليش بدك تقلب لي فان، كنظن هادي معدله واقيلا، كنظن معدله عتكون معدله، ما كنظنش زعما يكون هذا ماسك، لا عتكون معدل هادي بافتر افكت. يي مقود زعما انه واحد الفضائي كيكمي ولا ما عرفش شنو كيعمل. دونك هادشي اللي كاين، تحياتي لهاد العام الرائع هذا، ما عرفت زعما علاش ما ضربش ليفي بزاف رغم انه دو جوغ باش ينزل التراك، عمل في المتناول في المستوى، يعني
كتحس بواحد الفيلينغ اللي في شكل لي يعني كتشوف بان واحد خدمه اللي واعره والناس خسر عليها الفلوس بزاف ويلا مطلع واحد 41247 ديال اليوفي كتقول ما فهم زعما فهمتي يعني بنادم كيمشي يدعم واحد الفئه اللي تف الكلام ديالها ما الكلام ديالها فايح بحال كنقولوا هنا بالمغربيه واحد الفئه اللي ما عندهاش الثقافه ديال الراب والكلام ديالها ماشي موزون والكلام ديالها كامل اوتوتين المهم بلا ما نبقى نهضر بزاف واحد الفئه اللي عيانه بالعربيه كنشوفوا كاين واحد الدعم بزاف 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 بلا ما نسمي هذه الفئه هذه يعني كنشوفوا واحد الفئه اللي عيانه هيداك وكاين السيبور وكاين الدعم الاغنيه هذه كتستحق المليون يعني خصها تضرب على الاقل مليون ضربه في دوجو في 2 دايز يعني خصها تضرب المليون علاش 41247 يعني التراك مخدوم مزيان وكيف ما كتشوفوا يعني واحد الخدمه اللي نقيه واحد الحاجه اللي ما كيعرفهاش على فورتكس الدراري يعني كيف ما قرينا في الديسكريبشن ديالو الكتابه والاداء والهندسه الصوت والاخراج والمونتاج شكون اللي عملهم فورتكس يعني باش تشوف واحد الرابور كيخدم هادشي نراسو وكيعدل هادشي كامل يعني خصك تعطي السلام يعني خصك تقول له بيس ريسبكت ما كاينش مناقشه وبعض المرات كنسمع بان كاين شي اشاعات كيدوروا يعني بنادم كيقول لك بان الفورتكس ناقص واش هذا جاك ناقص انا بدي ما كنتش كنتمزك التراك وبسبب هاد الكلمات زعما كنسمع بان الفورتكس ناقص 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 يعني ما كتستكشي يعني كتسمع واحد الاشاعه على واحد الرابور ما كتستكشي الكانه تعمل عليه انا صراحه فاش سمعت التراك هذا تفاجات بان واحد التراك بواحد المستوى وما جايبش لي في بزاف ما فهمتش والله ما فهمت الفلو والبيت الهندسه التصوير التوب ليفل ويجيك واحد يقول لك فورتكس عادي واش كيجيك فورتكس عادي يعني هو يكون كيعمل هادشي هذا كامل وعادي بشكل وفورتكس هو من النوع ديال الرابيروس اللي متقفين يعني بحالو بحال الرابر كلاش والمواضيع ديالو هاربين بزاف كنت ديجا تمزكت ديسك ديالو قدامين عنده شي مواضيع واعرين بزاف وكيف ما شفتو من ناحيه ديال التوزيع والثقافه الفلو ميكس ماستر فيهم يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف تسمع هاد الرابر بحال هكا وكيف ما شفتو يعني في التراك ديالو كاين التنوع ديال السايلس بزاف يعني كيلعب بواحد الفلو بواحد الطريقه اللي احترافيه هذا دليل ان كنعرفوا هذا الرابر هذا ولا كيعطيك واحد النظره على هذا الرابر هذا بانه قديم في الراب بزاف وبما انني الرابر كلاش انا فان ديالو ما يمكنش ننكر بان الفورتكس راه ماشي مقوي وخساره صراحه نعمل في التراك هذا عيشوا الدقائق المهم يعني كيعطينا القليل من الكثير وهذه شي حاجه اللي كتخليك متشوق فوقاش يخرج شي ديسك دونك ريسبكت من هذا المنبر قبل الدراري بانه يعني اول كلاس ديالو ولا اول دق ديالو كان على المطافي صراحه ما عرفتش هاد المطافي هادو ما بحثتش عليهم ودابا كيدوق على الماسونيه دونك المره اللي مازال ما عرفناش عليه من يدوق الخلاصه ديال هادشي كامل رابور فورتكس هو واحد الرابور اللي مبدع بوان فينال هادشي اللي كاين وشوفوكم في الرياكشن اللي مازال ان شاء الله وبحال دائما عجبتك الرياكشن ديالي ما تنساش تعمل واحد اللايك واحد سبسكرايب وكان معكم زيد رياكت تهلاو